مسؤول. شفت في لايف ياك؟ شفت في لايف. ما عباد الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. رب اشفي من الحق، رب اشفي من الحق. مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. في هذه اللحظات معنا اسره شاب اللي حاليا معتقل ومتهم بتهمه السرقه. يعني حاليا هو كيتكلم وكيقول يعني ان كاين ظلم، يعني ان الاخ ديالو تعرض للظلم. كما كتشوفوا الحاله ديالهم، كتسمعوا الصوت ديال الام ديالو، هما كيطالبوا دائما بالحق، كيطلبوا بفتح تحقيق باش انه يعرفوا خوهم واش بريء ولا فعلا متهم. كيف ما قالوا ان السيد يعني اللي جروا معاه ولا اللي قال لهم بلي كان معايا واللي سرق، انه بينهم عداوه. اذا الان نتبعوا المشكل ديالهم. هاك اخويا شوف، بشويه عليك، الله يحفظك، بشويه عليك. عاود لي من الاول كيفاش بدات العداوه مع هذا السيد بعدا. خويا دابز مع واحد السيد اللي عنده صوابق كيتشد وكيخرج، واللي دابز معاه نهار كيتشد كيبقى حاكي فيه كيجرو. خويا دابز معاه وهو دار واحد الاجرام وحط معاه خويا. شنو هو الاجرام اللي دار؟ محل ديال الدروغري فرقعوه، هو راه باين وكاين تسجيل الكاميرات وكل شيء كاين. انا كنطالب باعاده النظر. واخا بلاتي دابا قبل المطالبه، هذه العداوه اللي مع خوك كيفاش كيفاش عم دابز الدراري بيناتهم الاخر قصير ونافعه هذيك يعني باقي قصير سيدو ذا احداث احداث كيجر معاه واحد اللي كبر منه، فهمتي؟ واحد راه مسكين محكوم خمس سنين، راه خمس سنين دابا كيضرب فيها باطل. قسما بالله والله شاهد عليا خويا، وانا راه فرحتي ما كملتش خمس ايام دابا باش تزاد عند الوليد، وخمس ايام من نهار تزاد عند هذاك الوليد وهو كاين هذا المشكل. مع جيت من السبيطار كنجي كنتفاجئ، قال لي الوالد راه البوليس جاو عند خو. واخا داك الاخر يعني اللي قلتي هو اللي شفر، كيفاش تشفر؟ راه كيفاش تشفر؟ راه هو عدو كل شيء تابش عليه، الحجاج كامله تابش عليه. شفر شي دروغري؟ اييه. وخويا ماشي شفار وكنعترف بها، مدابز مع خويا شي خويا دابز معاه. خويا صالخو صالخو ياك، ولكن راه ما معاه خويا، ما كيدويش معاه. باش تعرف هو داك السيد حكيها في خويا وحالف عليه، قال له والله نهار نتشد في شي بلان نديك معايا. واش اللي تضارب مع شي واحد ولا اللي تخاصم مع شي واحد يجر باطل؟ ها واش انا غادي نضارب معاك وانا عندي صوابق وكنمشي للحبس مثلا غنديك معايا ظلما وعدوانا؟ لا الا شمتك كاينين بصمات وكاينين كاميرات وكاينين شهود. يعني خوك دابا معتقل؟ خويا هبط ما عرفناش، المهم هبطوه. هذاك السيد حقا خرج برا، كاين اشهاد، كاين اشهاد ديال الدروغري بان خويا راه ما كاينش في الكاميرا وما عندوش علاقه بالموضوع ديال السرقه. والناس عباد الله يحفظها. واه واه انا باغي شي حق خويا غيعاود. الا كان خويا يدير، انا ما غاديش ندافع على خويا هو شفار، انا ما غاديش ندافع على خويا هو شفار، انا ما غاديش نضرب وجهي خويا شفار، فهمتي؟ انا راه لا اله الا الله. انا كنطالب هو كان خدام خوك ولا خويا دا حالو كريم عقد كيراه الشيء هاد اللي انا هما اللي هبطوا فيها. ما عرفتش شحال غادي نهبطوه، راه مول المحل شفت هاد السيمانه وغادي نعيط لك وغادي تشوف مول المحل غيوقف على كراه. الا ما تخلصش في الكرا غيلوح عليه الماتيريال ديالو برا كامل. يعني هو مجوج ولا خويا ما مجوجش؟ يلاه ناو مسكين وعدو طموح وكيفكر في شي تفكير زوين وما عدو صوابق وما عمرو تشد وما عمرو باش في الكوميساريه تنهار وحشومه. واش اللي دار مع شي واحد يتهمو؟ واش اللي دار مع شي واحد يقول لك غنجرو؟ لا ما هادي انا ضدها، هاد المساله هادي انا ضدها. ماشي واحد يدار مع واحد يتهمو، لا الا تهمو كاينين
حلول باش نعرفوا هذاك السيد كاين فتح تحقيق ونعرفوا هذاك السيد واش معاه ولا تاهم تاهم راه باينه راه باين متهم متهم يعني معاه راه كاين البصمات كاين البصمات وكاين الكاميرات وكاين الشهود بين الناس فين ماشي شفار وما عندوش مع هذا وبالفعل الناس عارفين يعني دابا نتوما اللي بغيتو اعاده فتح التحقيق باش باش يعرفوا يعني خوك وليدي بغيتو خويا يعاودوا تابعوا ويشوفوا راه دايرين لي شي حوايج ما عرفتش خودي خودي ما خلونيش ندخل باش غادي نعرف كل شيء بشويه عليك بشويه خودي خودي لاله من عند امك ديال الجنايات اللي في المدينه راه خويا راه ما غاديش راه ما غاديش نسكتش على خويا راه لا ما بانش هي حق راه والله ما غادي نسكت على خويا واخا عطيت الوالده ديالك الوالده ديالي راه لا اله الا الله راه يدير عمليه على راسها عندك 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 بشويه عليك بشويه عليك اخويا يدير عمليه على راسها وعباد الله راه 6 مليون باش دير هاد المراه عمليه واش نقتلوها بالفقصه واش راه ما غاداش تحمل الظلم راه ما غاداش تحمل الظلم راه والله ما غادي نتحملوا الظلم هذاك السيد اللي عنده معاه عداوه ظلمه انا خويا دير غنمشي غنقول لها امي يلا نمشيو خويا راه داير ولكن راه ما دايرش راه ما داير وشكون اللي غادي يستند لك بالله خوك راه ما داير راه خاصنا اعاده النظر كاتب لينا شكايه بان ولدي راه ما دايرش راه ما دايرش واخا لاله كيفاش ولدك بعدا يعني كما قال اخوه انه خدام داخل سوق راسو خدام وليدي ما كيجمعش معاهم راه دري صغير هذا اللي مشدود راه دري صغير وليدي راه دري صغير ماشي راه فايت من الضرب هو وياه راه السيده ملي تسالي تعطيكم المكالمه هي ديالها ولدي ماشي غادي نكذب على هذا الدري راه جاب بواه قال لنا صافي راه كتب لنا بواه بان الدري راه غير فايت من الضرب معاه راه ولدكم قال لنا بكراج وبخدمته وبكل شيء ليه الا تجبر وليدي شفار انا حبس ولدي ما كاينش هنا إذا كانوا غيعطيو عام انا نسيني ليه على 10 سنين إذا كان شفار يعني انتم باغيين يعني تفتح تحقيق انا بغيت التحقيق ديال ولدي انا كان بغيت غير التحقيق ديال ولدي بان ليا في هاد النهار دابا يبان ليا حق ولدي ان شاء الله تابع الشرطه وتابع كل شيء انا مع القانون ويجيو يبحثوا ويشوفوا الشهود كاينين الناس كاينين الشهود كاين دروغر اللي تسرق شاهد في ولدي ما كاينش اذا كنتمناو الله يرضى عليك وليدي الله يدير الله يدير مشاهدينا كيف ما شفتوا الحاله ديال الاسره هذه كنتمنى حاجه وحده القضيه ان شاء الله.